خير حماتي. مرضى النور صهري. صار لزمان القمر ما بان، وين مانك مبين علينا يا صهري؟ اشتقتي لي حماتي؟ انا لا. وانا شرحه. لك هلا جاي لعنا. جاي اقول كلمتين لبنتي، يا بتسمعوهم وبتنفذوهم يا اما. يا اما شو؟ يا اما لي حكي تاني، فخلوني اقول هالكلمتين. قولهم بقى هالبحث وخلصنا. شوفي يا لطفيه، انا هلا كنت عند اهلي وتقاسمنا الورثه. عن جد؟ مبروك صهري. خليني خلص كلامي بعدين بتحكي لي. شره. ايه لطفيه، انا طلع لي من ورثه ابي البيت الصغير تبع امي يلي كنتي ساكنه فيه انت وهدى، وطلع لي ربع الدكان وارض البور مالي فيها شيء. بس هذا اللي طلع لك من ورثه ابوه؟ ايه بس. بقى هلا ما عاد عندك حجه، هذا بيت امك وهذا بيت ابوك. من الاخير ناولنا الزبده. ايه امرك الزبده. بيتك مفتوح ابوابه، ومن بكره نومتك عندي بالبيت. وضرتها صهري؟ ومعها ضرتها كمان. واذا قلت لك ماني موافقه؟ انا بدي اسمعها منها يا حماتي مو منك. شو يا لطفيه، موافقه ترجعي على بيتك وتسكني مع ضرتي؟ شو امي؟ شو بدك بامي؟ شو انا بتجوزك ولا بتجوز امي؟ لا متجوزها الا صهري، بس لطفيه ما بتخطي خطوه بدون شاري وامري انا. شو طلباتك حماتي؟ بدي بيت خاص نص لبنتي. معناها انا رح لكم بخاطركم، ولما بتحبي تجي لعندي يا لطفيه بتبعتي لي خبر، يا بوافق رجعك لعندي يا اما بقول لك خليكي عند امي، وانا ما عم بمزح معك بس لبكره. سلام. حسام. شو خدني معك. وليك لا تردي على امك يا لطفيه، وفوتي هاتي البنت وبقشتك معها، وانا عم بستناكي برات بيت امي قدام باب الصقاق، بس مو كثير، 10 دقائق، وبعد 10 دقائق ما بتلاقيني. يا مو انا بدي اروح مع جوزي. روحي مين كمشك، روحي. الله يخلي لي اياكي يا مو.